أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتجه نحو تحقيق الفصل بين مقدم الخدمة والمتلقي في مختلف الخدمات وتفعيل نظام المدفوعات الحكومية. جاء ذلك خلال حضور مدبولي فعاليات مؤتمر سيمليس شمال إفريقيا والمعرض المصاحب له بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر. كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرتي تفاهم الأولى بين البنك المركزي المصري وعدد من الجهات التنظيمية الوطنية، والثانية بين البنك المركزي المصري ووزارة التضامن الاجتماعي. لقد شهدت مصر في السنوات الخمس الأخيرة نقلة نوعية في الرؤى والأفكار والخطط التي استهدفت تحقيق الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وكان من ثمار ذلك ما تحقق من أرقام ومستويات تطور ونمو في معدلات الأداء الاقتصادي، من حيث معدلات النمو القومي وحجم الاحتياطي النقدي والاستقرار في السياسة المالية والنقدية، مما جعل لنا قطاعا مصرفيا قويا وشريكا فعالا في منظومة الإصلاح. هذه الثمار التي قمنا بتحقيقها لم يتم الإشارة إليها من جهتنا، ولكن تم رصدها والإشارة إليها في تقارير وشهادات ووثائق ودراسات قامت بإعدادها مؤسسات وجهات متخصصة على مستوى العالم. إننا عندما أقدمنا على الإصلاح الاقتصادي فقد امتدت نظرتنا لكل الأبعاد، ليأتي برنامج الإصلاح الاقتصادي متكاملا على كافة المستويات. فالعدالة الاجتماعية تتطلب تطويرا تكنولوجيا لامتلاك قاعدة معلومات تتيح وصول الدعم إلى مستحق